فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يرث المسلم الكافر في بلاد الكفر ثم يقوم بتوزيع هذه التركة في مصالح المسلمين؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أسامة بن زيد: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر لا يرث الكافر المسلم ولا يرث الكافر المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا توارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولا بين الديانتين اليهود والنصران، لا يتوارثان بين ديانتين مختلفتين، لا يتوارثون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صليت، هذا يسمونه في الفرائض ميراث أهل الملل، حكم ميراث أهل الملل. نعم.